السلمية اللي هزمت كل الدول العربية نحن قدرنا نحافظنا عليها لحد الآن. إدارة برضو برجع لك تاني لإدارة الوفود والمواكب اللي قامت. السلمية دي حاجة صعبة، يعني صعبة إلا يكون في جايدين متمرس يعني. نعم أنا بفتكر إنه السلمية بتاعتنا دي ما ناتجة من فراغ. السلمية دي لأنه إحنا شعب نتاج لعصير تعدد. والسمة الثانية نحن شعب ناضج على مستوى أحزابه السياسية، لأنه إحنا الشعب الوحيد النال استغلاله عبر البرلمان في وقت شعوب ثانية نالتها عبر المواجهة. السمة دي ذاتها بترجعني لأنه الليلة يوم 19 ديسمبر هو إعلان استغلال السودان من داخل البرلمان كما أشار الدكتور النزير، بانه الملحمه بتاعت استغلال السودان نفسها كانوا بيقودوها شباب الوقت ذاك مؤتمر الخريجين والاحزاب السياسيه السودانيه تكونت من كيف؟ تكونت من ثلاثه محاور. في كانت جبهه المعاديه للاستعمار ودي كتله بتنادي لاستغلال السودان التام، فيها خريجين امنوا بمشروع التغيير، وفيها خريجين انحازوا لمدرستين، في مدرسه بترى انه السودان ومصر يكونوا واحد يعني عاشت تحت حدود النيل، في مدرسة تانية بترى إنه السودان للسودانيين. دي شكرتين أول وحدتين لأول كتلتين اللي هي الوطن الاتحادي اللي كان ينادي الوحدة مع مصر، وحزب الأمة اللي كان ينادي رؤية السودان للسودانيين. لما تجي تشوف تكوين الأحزاب دي نفسها وبناءاتها مع الخريجين المنحازين لكيان الأنصار زايد زعماء القبائل والعشائر زايد شريحة الخريجين من الشباب المنحازين، اللي دي تلقاها تركيبة ثلاثية لأحزاب السياسية. التكوين ده نفسه مع اختلاف التباين بيناتهم ما بين مدرسة بتنادي لاستغلال السودان التام والسودان للسودانيين ومدرسة الوطن الاتحادي، الخلاف ده كان فيه استقطاب واستقطاب مضاد.